اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في مدينه كفر الدوار بالبحيره، مسقط راس نجم المنتخب الوطني والنادي الاهلي مروان عطيه. طبعا يعني في لايف سابق خدنا اجواء احتفاليه يعني في شارع مروان عطيه احتفالا بمباراه القمه المصريه بين الاهلي والزمالك التي تجرى وتقام في مدينه الرياض يعني لاول مره خارج مصر. معانا اسره مروان عطيه، اهلا بيك، عرفني بنفسك. محمد كرم. علي صوتك يا محمد. محمد كرم اهلا وسهلا. خالك مروان عطيه، يعني انت جاي بالتريننج بقى وايه وفي يعني مظبط الدنيا، توقعاتك للماتش يا محمد؟ شفت الاهلي كسب كمان حاجه كبيره، واللعبه كلها تكون فايقه ويرجعوا لنا بالبطوله ومبسوطين ان شاء الله، ويفرحوا الشعب المصري كله، لان يعتبر الشعب المصري كله اهلاوي. يعني احنا مش عايزين تعصب، الاثنين الاهلي والزمالك بيمثلوا يعني قمه الكره المصريه، والفريقين يعني اللعبه كلها تحترم بعض اللعبه اللي فيها وكلهم يعني تمام. طب التوقع، انت قلت لي النتيجه كام؟ ان شاء الله كده 2-0 او 3-0 3-0 للاهلي. اشوف دلوقتي كمان شويه ربنا يسهل. مروان عطيه بيمثل لك ايه يا محمد؟ والله بيمثلنا حلم كبير، اللي هو ادانا بيدينا دافع، اللي هو بيتكلم معانا كتير، واللي بيتعب طبعا بيلاقي. هو مروان بيجي بعد كل ماتش، انا بعرف اللي هو بيجي مع كل ماتش في كفر الدوار يعني. بيدينا وبيقعد معانا وبيقضي يومين. انت اصلا لاعب كوره؟ ايوه انا بلعب كوره. بتلعب في نادي ايه؟ بلعب في نادي رايه هنا. تمام. يعني بالنسبه لكم مروان مع شهرته دلوقتي خلى الناس كلها يعني تحب الكوره اكتر. ايوه اكيد ادانا دافع وحبب الناس كتير في الكوره، الناس كلها بتعشق الكوره، وهو فخر لينا كلنا وبنفتخر بيه ونتعب عشان نوصل لحلم زي ما باذن الله. جميل. معانا مين؟ خالته مصطفى. مصطفى؟ مصطفى احد اقارب نجم مروان عطيه. ازيك يا مصطفى؟ انت بتلعب كوره يا مصطفى؟ طب يا كابتن مصطفى بقى فهمني، يعني توقعاتك للمباراه النهارده؟ ان شاء الله هتبقى 3-0 باذن الله. 3-0؟ هيفرح الشعب المصري. والشعب المصري في كل الاحوال هيفرح، لان ده بيمثل الفريقين مصريين يعني يعني قمه هرم الكره المصريه. طيب مروان عطيه، انا شايف اللي انتوا قلتوا لي قبل اللايف اللي يعني نفسنا نبقوا زي مروان عطيه، احكي لي مروان عطيه بيمثلكم قد ايه؟ اكيد طبعا، هو شقى وتعب واجتهد، ربنا عطاه له في الاخر. تمام. اجتهد وبرده شبهه وباذن الله ربنا يكرمه. يعني هيبقى يعني كفر الدوار يعني خرجت عمالقه الكره المصريه، المعلم حسن شحاته نجم الكره من كفر الدوار، وكتير من الناس يعني انتوا بقى الجماعه بتوع الكره اللي عارفين اكتر يعني. شكرا يا مصطفى، وقابلك بعد المباراه باذن الله. شبلي في برضه هنا غير الاهلاويه الزملكاويه، ايه اسمك يا حبيبي؟ عبد الله. انت زملكاوي وشايف التيشيرت بقى باين على يعني على اللي انت زملكاوي، اوعى تكون متعصب. لا الحمد لله يعني كله تمام. الاهلي والزمالك اخوات يعني. انت متوقع للمباراه ايه يا محمد؟ ان شاء الله 3-1 للزمالك. 3-1 للزمالك، تمام ماشي. معانا النهارده مدرب مروان عطيه في فريق الناشئين، عرفني بنفسك يا كابتن. معلش ممكن على الصوت. كابتن احمد جمعه مدرب منتخب كفر الدوار، ومروان زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مروان كان معايا من هو قد الولاد الصغيرين دول، من هو 6 سنين معايا وراح نادي الاتحاد وعنده 12 سنه واجتهد وربنا كرمه وبقى رمز من رموز الوقت في كفر الدوار، امتداد لعمالقه كفر الدوار، الكابتن حسن شحاته وكابتن منير ايره وكابتن طارق العشر وكابتن احمد ناجي. كفر الدوار طول عمرها ولاده كابتن احمد حسن مكي وكابتن محمد عبد المجيد وكتير كتير من نجوم اللي كفر الدوار، اثرت الكره المصريه بنجوم كتير جدا. طيب كابتن توقعك للمباراه النهارده ان شاء الله؟ والله انا بتمنى بس انها تطلع مباراه تليق بفريقين الكبار، كوبايه الكره المصريه اللي بيمثلوا منتخب مصر وبيمثلوا الكره المصريه والافريقيه والاسيويه عموما، يعني اكبر فريقين في زي ما انت شايف الملعب في الرياض يعني على ما شاء الله ما شاء الله، هم اكبر فريقين اهلي وزمالك، زمالك واهلي، فايا كان اللي هيكسب فيهم مش هتفرق، احنا المهم ان هم يأدوا اداء يليق بينا وحاجه تشرف الكره المصريه بس. ان شاء الله. لو رجعنا لمروان عطيه، هل كنت يا كابتن متوقع اللي يبقى مروان بالشهره دي واللي يعني من كفر الدوار مدينه بسيطه يبقى للنجوميه بالشكل ده؟
في الحقيقه طبعا انا شغلنا من بدري خالص من قبل مروان حتى احنا كنا شغالين يعني انا كان قبل كده كان في رامي صبري وفتحي مبروك وغيره من اللعيبه اللي انا وديتها انا بتكلم عن نفسنا بالاضافه ان كفر الدوار زي ما قلت حضرتك كفر الدوار طول عمرها ولاده وطلعت نجوم كتير وكلهم لعبوا منتخب مصر وكلهم كان لهم اثر كبير مع فرقهم فكان مروان وغير مروان ان شاء الله في امتداد دلوقتي عندنا لعيبه ناشئين اهلي وزمالك وانبي واسماعيلي واتحاد ان شاء الله طول عمرها ربنا يدينا طول العمر ونبقى في مدد للعيبه كتير من كفر الدوار في المنتخب ان شاء الله. شكرا يا كابتن. عرفني بنفسك. محمود الديف. محمود انت من اصدقاء مروان عطيه وجاره. كلمني عن اولا توقعك للمباراه النهارده مباراه القمه المصريه. ان شاء الله تكون مباراه كويسه تليق بمصر وتليق بالفريقين الكبار وباذن الله الاهلي يكسب 4-1. اهلاوي يعني باين كده اهلاوي. مروان بيجي كفر الدوار بعد كل مباراه اللي انا عرفته يعني. ولسه متعلق باصحابه اللي موجودين هنا وبيقعد معاهم وهو انسان متواضع وانسان كويس ويستاهل اللي هو ان شاء الله. شكرا ابو الكباتن. شكرا ابو الكباتن. عرفني بنفسك. كفر الدوار اتوقع المباراه 4-1. 4-1 لمين؟ الاهلي. الاهلي؟ اهلاوي انت بقى يعني باين يعني. مروان عطيه بتقعد معاه؟ بسلم عليه ولما بيجي هنا. بالنسبه لكم بقى مروان ايه يعني وضعه؟ كويس الكوره طالعه. متوقع النهارده اداء مروان يبقى كويس؟ ان شاء الله باذن الله. شكرا يا حبيبي. شكرا. زي ما شايفين حضراتكم استعدادات لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك داخل مسقط رأس. كابتن مروان عطية نجم المنتخب الوطني ونجم النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم. كنا في بث مباشر من مدينة كفر الدوار مسقط رأس. النجم مروان عطية ان شاء الله في لايفات جديدة متابعة مستمرة لمباراة القمة المصرية بين الاهلي والزمالك.